سيدة من مدينة السلمية تعمل في حرفة الخرز التي تأسر أناملها وتحول مكوناته لمشغولات وأدوات زينة تضيف للمكان جمالا وروعة، فكانت آخر أعمالها صناعة أطول سنبلة قمح من الخرز في العالم بطول 6 أمتار و78 سنتيمترا وبزمن 65 ساعة، لتدخل من خلالها موسوعة جينيس وترفع اسم سوريا عالياً. لن ننسى ما حصل من افتعال الحرائق لحقولنا وزيتوننا والتي حرقت أيضا معه قلوبنا. أحببت أن أوصل رسالة بأن سوريا هي مهد الحضارات، مهد الثقافة، مهد العطاء والخير من خلال عملي بسنبلة قمح، رغبة بدخولي لجينيس للأرقام القياسية بسنبلة من الخرز عمل يدوي بطول 6.78 سنتي بمدة زمنية قياسية 65 ساعة عمل بظروف صعبة طبعا، يعني الحاصلة بغض النظر عن ما حصل وما سيحصل، سنعيد زراعة حقولنا، سنعيد زراعة أشجارنا وزيتوننا بهمة شبابنا وبهمة أبناء سوريا الأوفياء. روح الإبداع الذي بداخلها وابتكار كل جديد دفعها لتكون سيدة مبدعة ومتميزة في حرفتها صناعة الخرز، وتدخل من خلالها موسوعة جينيس للأرقام القياسية. للأخبارية السورية محي الدين فهد.